عندي 23 عام، تعرضت لاغتصاب من طرف أستاذ. داني طلعني للدار، داني الدار طلعني للدار، اغتصبني هو وصاحبه في الدار، وخرجني داك صاحبه من ديك الدار، داني لدار اخرى حتى هو اغتصبني تما فيها. بقاو بجوجهم كيضربوا فيا، بجوجهم كيعذبوا فيا، وشحال من حاجه، حتى بقاو محتاجزيني 5 ايام وما شاديني، تا عياو وتا سالا وتا داروا كاع داكشي اللي بغاو، عاد نطلقوني سيفطوني نمشي في حالاتي. استاذ في ديال الرياضيات، استاذ ديال المات في الثانويات محمد سانك، محمد الخامس في دوماخس، عرفت شوف في هذا في لي ريزو سوسيو. كان كنا كنهضروا عادي جدا، نهضروا عادي وصافي. قال لي نتلاقاو، تلاقينا، فاش تلاقينا وقع داكشي اللي وقع. داني طلعني للدار صحه بزز، بغيت غير حقي، انا ما بغيت والو، بغي ناخذ حقي وصافي. كنت نطالب منهم ياخذوا لي غير حقي وصافي، وما بغيت والو، بغيت غير حقي. كنت طالب السلطات ياخذوا لي غير حقي. درت كل شيء، ودرت الديكلاراسيون، درت شحال من حاجه، ولكن حتى شي واحد ما حتى شي واحد ما دار شي حاجه والو. كان فاش داني للدار داك يقول لي انا بوليسي، داك يقول لي انا بوليسي، وعطاني واحد لاكارت ديال البوليس مزوره، وكيقول لي حقا انا بوليسي وانا ما عرفتش اشنو، وكيقول لي راه غندوك للحبس حيت انت جيتي تلاقيتي معايا. عنده 30 عام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.